مساء الفل. طبعا قرارات كتير جدا، ايقاف برنامج، ايقاف احمد جمال، لجنه اولمبيه، ايقاف مرتضى منصور 4 سنين، النهارده لجنه التسويه والمنازعات، رجوع العتال والغاء اللائحه، وان احمد مرتضى وقصه كبيره. وطبعا بدات النغمه الكبيره جدا بتاعه المؤامره اللي على نادي الزمالك، المؤامره اللي على نادي الزمالك. فاحنا بس هنتكلم مع بعض يا جماعه. يعني انا طبعا الكلام ده استثناء منه جمهور الزمالك اللي بيتكلم في ان احنا ضد مرتضى، الناس الحقيقيه تقول ان احنا ضد مرتضى، وان احنا عمرنا ما هنتصالح مع شخص كان سبب في اذيه ناس زملكاويه حتى لو ده هيخسرني بطوله. تمام، دول بره القصه دي طبعا، لان احنا هنتكلم في اللي بيحصل. هل انت شايف ان دي مؤامره على الزمالك، مش كلام على واحد بقاله سنين بيشتم مصر كلها؟ واحد بيشتمك انت قبل ما بيشتمني انا كاهلاوي، شتمك انت قبل ما يشتمني انا كاهلاوي، امك صاحبتي، الناس بتقعد في بعد الساعه 10 في النادي يتحرشوا ببعض، افرموهم دسوهم، في 22 واحد ماتوا انت عارف انه كان طرف الهديه. قال انا عامل مفاجاه لجمهور نادي الزمالك في خلال 24 ساعه، بعديها مات 22 واحد. كل ده انت شايف ان هو ما يستاهلش؟ انت عاجبك شتمته للخطيب بامه، وشتمته لمين؟ بامه واخته وابوه، ده ما فيش واحد في مصر ما اتشتمش. كل ده عادي؟ ولو انت هتطلع تقول لي اصل انا ضد ده، انا ضده بس انا مع الزمالك، انا ضد مرتضى منصور ولكن انا مع الزمالك. طب ما انت قبلت ده، انت قبلت ده واستحملته وشفت ان ده ذكر واسد، وان ده اللي جايب نتيجه، وده كان كلام الاغلبيه، ان ده ذكر واسد، وان دي الطريقه اللي كان محتاجها نادي الزمالك من زمان، كان محتاج رئيس قوي. اذا انت شفت ان طريقته دي انت استفدت منها، اذا انا وانت كنا عارفين ان دوره هيجي في وقته وهينتهي وهيتسحب منه البساط، مش هيفضل طايح كده، والوقت جه. ما تستناش منه بقى انه يراعي في الوقت ده جمهور نادي الزمالك، يراعيه ازاي؟ او يراعي نادي ازاي؟ يراعيه ازاي؟ طب ما انت استفدت وما اعترضتش، وما تقوليش ما اقدرش اعترض. زي ما انت دلوقتي بتهدد انك تنزل وتعمل مظاهرات وتقف قصاد النادي عشان ما ينفعش، ما نزلتش ليه ساعتها والناس دي كلها بتتشتم؟ ما نزلتش ليه وهو بيهين كل الناس واولهم انت؟ ليه ما نزلتش؟ ليه ما اعترضتش ووقفت وقلت نشيله؟ عشان كنت مبسوط وعجب وعلى هواك، وما تقوليش وبتردد كلامه. هو رجع ساعات يا خطيب، دي مش كلامه. هو مين حرامي دي؟ هي دي مش كلامه يا جماعه، هو ده مش كلامه، كلامه. يا جماعه الموضوع مش مؤامره، ده امر طبيعي، امر طبيعي، امر طبيعي حصل. فما تقوليش اصل التوقيت وكيان نادي الزمالك. يا جماعه انتوا صدقتوا ان هو كيان نادي الزمالك؟ يعني انت صدقت ان الكيان هو مرتضى؟ لا، الكيان عمره ما كان مرتضى، عمره ما كان مرتضى. انا طول عمري اهلاوي، وفي ناس طول عمرها زملكاويه، وبننقش بعض وبنتريق وبنهزر وبنحفل. عمرها ما حصلت اللي حصل دلوقتي، عمرها ما بقت شتيمه واتهامات، انت حرامي وده انت مش عارف مين، بقت كده غير لما ظهر الشخص ده. يا جماعه ده بيهاجمك قبل ما يهاجمني. واوعى تصدق ان هو بيحبك، هو لا بيحبك ولا بيحبني، هو ما بيحبش غير نفسه وعياله، نفسه وعياله، وبيخدم نفسه وعياله. شتمك وهانك وقتل منك ناس وسجن منك ناس. يا جماعه ده هو الوايت نايتس ده مين اللي حاربه يا جماعه؟ هو الوايت نايتس ده مش جمهورك؟ مش هو هاجمه وحبسه؟ مش في 20 واحد ماتوا ولا 22 واحد ماتوا يا جماعه؟ دول منك مش مني كجمهور، لكن كانسان هم مني، زي ال 74 اللي ماتوا ما هم منك. انتوا بتنسوا ولا يعني؟ يا جماعه هو انتوا مش بتقولوا ان انتوا بتشجعوا نادي الزمالك مش عشان البطولات، وبتشجعوه عشان الكيان؟ انتوا بتحبوا الزمالك من الطفوله، انت عامل كل ده دلوقتي عشان بطوله، وبتتعامل انك متاكد انك هتاخدها، وان العالم كله، الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري واجهزه الدوله السياديه واللجنه الاولمبيه كلهم بيتامروا عشان الزمالك ما ياخدش بطوله، وان احنا مع ان هم يعملوا كده في مرتضى بس بعد لما تخلص البطوله. هو انت مش قلت ده اسد وانت كنت مستفاد؟ استحمل نتيجه اللي انت استحملته ورضيت بيه وكنت فرحان بيه وكنت بتطلع تحفل بيه، استحمل نتيجه ده
ما تلومش غير نفسك كجمهور. المشكله مش عندي، المشكله عندك. فوق انت ازاي شايف ده؟ الراجل اللي انت بتقولي ان هو بيحبك ودلوقتي بيلعب بيك بيضغط بيك لان انت بقيت الورقه بتاعته دلوقتي، وبيقول لك انزل وانا عندي جمهور، مش هو ده الجمهور اللي رفع له الجزمه؟ والله رفع لك الجزمه قبل ما يرفعها الجمهور الاهلي. هو نفس الشخص اللي على فكره كان نازل في انتخابات مجلس اداره الاهلي. ما بيحبش غير نفسه وعياله. فوق اللي بيحصل ده الوضع الطبيعي، مش مؤامره على نادي الزمالك يا جماعه. فوق يعني فوق، لان الموضوع بقى بايخ وماسخ وما ينفعش ان انت تقول ان انت موافق عليه. ما بقتش كوره يعني ما بقتش كوره ومش مؤامره. ففكرة المؤامرة دي مش واردة في اللي بيحصل، مش واردة في اللي بيحصل وما تنفعش تتقال. فاهدوا كده يا جماعة، او اتعصبوا زي ما متعصب، لان الموضوع يحرق الدم بصراحة. وهتقولي مبسوط في اللي بيحصل؟ اه مبسوط في اللي بيحصل، ومبسوط فيه ومبسوط في عياله ومبسوط. اه طبعا. فكرة الظلم وفكرة ان انت تحس ان في بني ادم ممكن يدوس على اي حد ويشتري وانت ما تقدرش تعمل له حاجة، فكرة في حد ذاتها مؤذية نفسية. فطبيعي لما تحس انها بتنهار وانها يتاخد تفرح، مش في الزمالك. ما انا طول عمري بوجوب مرتضى ومن غير عدم وجوب مرتضى، ما انا طول عمري انا وانت بننقش بعض. طول عمري انا باخد بطوله وانت بتاخد بطوله. طول عمري انا بقول لك اصل انا بكسب اكتر وانت بتقول لي بس انا مش عارف ايه بالتحكيم، وبننقش بعض طول عمره. بيحصل طول عمره، بيحصل وهيفضل يحصل. مش مرتضى يا جماعه، مش مرتضى هو الكيان اللي انتوا بتعملوه ده. انتوا بيضحك عليكوا تاني وبيحركوا زي ما هو عايز، بس مش اكتر. موضوع بسيط. شكرا.